وللمزيد ينضم إلينا من الأراضي المقدسة عبر تطبيق زوم موفد التلفزيون المصري محمد حلمي. محمد، بعد التحية انقل لنا الصورة لديك. الآن من أحد الممرات المؤدية إلى جسر الجمرات بمشعر ميناء. أميرة، هذا هو يوم التشريق الأول، كانت هناك سيولة منذ الصباح الباكر على جسر الجمرات نظرا للانتشار المروري من قبل السلطات السعودية على طول الطرق وطول جسر الجمرات ذهابا وإيابا، وبالتالي لم توجد أي مشكلات أو أي معوقات واجهت ضيوف الرحمن خلال رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى. أؤكد لك أميرة أن كافة الإجراءات هذا الموسم موسم مغاير تماما للمواسم الماضية نظرا للإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية على كافة الأصعدة لتوفير الأجواء لهذا الحدث الكبير. بالنسبة للوضع الصحي أميرة، وصل عدد الحالات في المستشفيات حتى اليوم 16 حالة من مجموع 24 حالة، تم خروج 8 حالات وما زالت 16 حالة. موجود 9 حالات في مستشفيات مكة المكرمة، وموجود حالتين بمستشفى عرفة والباقي بمستشفيات عرفة والباقي بمستشفيات ميناء. أؤكد لك أن الحالات كلها حالات مستقرة باستثناء حالة واحدة بالعنايات المركزة. الفرقة الطبية التي تقوم المستشفيات كل 6 ساعات من خلال البعثة الطبية المصرية تطمئن على هذه الحالات وكيفية تقديم الخدمة العلاجية على مدار الساعة لحين إن شاء الله خروجها وتمام شفائها بإذن الله، سواء إلى المخيمات أو الرجوع إلى مكة المكرمة والعودة بمشيئة الله إلى أرض الوطن. هناك 5 حالات غسيل كلوي يتم عمل لها الغسيل الكلوي بشكل منتظم من خلال التنسيق مع السلطات السعودية والبعثة الطبية المصرية. كانت هناك 3 حالات موجودة بالمستشفيات قبل عملية التفويج إلى مشعر عرفات، تم تفويجها من خلال التنسيق ما بين مع السلطات السعودية، وتم بحمد الله تفويجها مباشرة إلى صعيد عرفة لتمكنها من أداء الفريضة في الحج عرفة. أؤكد لك أن الحمد لله الوضع الصحي حجاج مصر بخير، لم يتم رصد أي حالة وبائية أي من الأمراض الوبائية، وكذلك لم يتم رصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا. الحمد لله الأجواء سواء على المستوى اللوجستي أو المستوى الصحي الحمد لله الأجواء هنا آمنة، الأجواء روحانية عالية من خلال هذه الإجراءات الميسرة التي تقدمها السلطات السعودية بالتعاون مع البعثة الرسمية المصرية. بالفعل هو تعاون كبير، شكرا جزيلا لك موفد التلفزيون المصري من الأراضي المقدسة محمد حلمي.